السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد مثل ما عودناكم على طول، كل يوم يكون في فيديوهات. فيديو اليوم شيء خرافي، نار عن جد. نزلنا حاويات جورج بول مثل ما تعرفوا، يا بنزل حاويات يا بنزل حاويات. فالحل الثالث حاويات بنزل. اغلب الجيمات عندي دائما حاويات، لان حاويات هي المحل الاساسي اللي فيها مواجهات كثير وفيها اسلحه كثير. فنزلنا حاويات وكان جيم خرافي عن جد، وواجهنا تيمين هاكر بنفس الوقت بالحاويات. فشوف شو كيف كانت المواجهة وشو صار، وتابع الفيديو للأخير واعطينا رأيك، تشي تعليق حلو على ذوقك. وإذا كنت أول مرة عم تتابعني لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس لتشوف كل فيديوهاتنا الجديدة والقديمة. وشي تاني، راح عملنا أول فيديو مع شاب كردي من قامشلي، فنزلنا فيديو تحدي انا وياه، صرنا نسال بعض، وكان فيديو كثير حلو عن جد، وفيه عقوبات كثير حلوه، خلاني اعمل شغلات يعني استغربت منها. فبدي اياكم كلكم تروحوا، وانا كمان ما قصرت فيه، اعطيته عقوبات يستاهلها. ف راح احط لكم رابط الفيديو تحت بس في صندوق الوصف، روحوا على صندوق الوصف شوفوا الفيديو واعطونا رايكم اذا عجبكم هذا الشيء ولا لا، اذا نستمر ولا لا. فأتمنى انكم ما تقصروا بهذا الشيء وتروحوا وتشتركوا بقناة تانية وتعطونا رأيكم بالتعليقات. وكمان فيكم تعطونا أسئلة نسأل بعض أنا والشخص اللي بده، يعني أنا أسأل الشخص المقابلي يكتب لي يكتب لي سؤال وجنبه اسمي، واللي بده إنه الشخص المقابلي يسألني يكتب سؤاله ويكتب اسم، يعني يكون يكتب متابع. ما أكيد ما راح تعرف شو اسم الشخص اللي بده يطلع مقابلي وأنا ما راح أعرف، فأكتب مشترك، يعني المشتركين، يعني اكتب السؤال والمشتركين. واللي بده يعني انا اسال المشتركين فيكتب اسمي جنب السؤال، فراح اعرف انه هذا السؤال الي، انا راح اساله للشخص المقابلي. واللي حابب كمان انه يطلع معي بهي السلسله فيكم تتواصلوا معي على انستغرام ونعمل فيديو هيك تحدي والعقوبات. فعن جد كانت عقوبات كثير حلوه وتسلينا كثير، كان فيديو شويه طويل اكيد راح تشوفوه، بس كان لانه في اسئله نسال بعض وكانت سلايه كثير حلوه وتسلينا مع بعض. فبوجه تحياتي لمصطفى قامشلي، فهو الشخص اللي طلع معي. تحياتي لك مصطفى، وشكرا على التحدي الحلو والساعه اللي قضيتها معك، والسلام عليكم. انا عراقي يعني ما عنده مشكله، ما لا لا مو سعودي، ممكن يكون يعني اماراتي، ممكن يكون اماراتي وكويتي. او شريف ليش ما اجى؟ ما بعرف، طلع راح باسم. ما شاء الله ما شاء الله علي ما شاء الله علي. اوه انتو ليك هذا الهاكر، هذا الهاكر نزلته الهاكر ليكو. انشوف اقعد على اللوبي، على اللوبي يا الهاكر، يلا يلا النوب، يلا على اللوبي. بس مصطفى اكيد مصطفى ما بس ثلاث بوش دقيقة تقوم لك. ما راح ابوش، ما عندي دم. الله يلعنك. لا ما معك دم، ما معك دم. سلام. الو بي تاكر اللعبه بتجي؟ قرمان بس صوت، بس صوت. تعال تعال بس الدم نهيل. والله مصطفى عندي سلاحين بس ما فيهم طلق. جيب كل واحد مخزن. حدا عنده دم؟
خمسة فاتحة. عندي غار اثنين غار. ليك 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 يا. طول بالك ما تهجم. ليك ليك. تحالف. تحالف ما تحالف يوك. تحالف ما في يوك. هذا صفاح عبد. هذا شيخ ولا الهكر. لا لا جماعة الهكر شيتهم كلياتهم. تعال تعال. فارمات فارمات عندي جنب. قرمان ايه روح 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 لقرمان. لا 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 طول بالك طول بالك طول بالك طول بالك طول بالك طول بالك انا فوق قدام انا فوق انا فوق هيل قدام خذ هاي طلقات شوتجن في شوتجن بالهنجار تعال شيلني خلينا نرجع لورا بس هاي دم كمان قرمان اجل ابو تعال تعال خبي طلقك للثاني خبي طلقك للثاني بيانو تعال 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 خلصين هنا كفو كفو لو تعال جوا تعال جوا العلوبي انت ويا حبايبي يلا يلا علوبي علوبي وينو ما غير سبع طلقات قدام عدده هيت شوت لا هذا كمان هكر 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 دقيقة 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 جايين 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 هكر هكر هذا كمان معي طلق معي طلق دي في لون اقعدوا هذول كلها تناكر ايه برب مصطفى عليك هرموني وحش ايه ولو وجحش لا عندك ماما لعما كما كان نازل معنا لك علوبي علوبي كنو مكري كنو مكري معك حبيبي لك معك قهرمان ولك كلكم تبعدون كلكم كلكم تبعدون هذول نوبات قهرمان تركني اللوت خلاص يلا قهرمان يا قهرمان هلا اعطيك هديه بحياتك ما تنساها وربي حياتك ما تنساها ثواني استناني هلا جاي هلا جاي هلا جاي دقيقه لا احد يجي وراي مخبأ سري تعا تعا مصفى 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 تعا خذ دم معي معي معك روح مع ناس بدي طلق ما معي شيء انا ما معي غير 56 قرمان تعال هون تعال هون بدك طلق اخضر في عندي تقريبا مخزن مخزنين بدك تعطيني 24 دقيقه تا ومع سكوت ماني كمان على البيع او ماي جاد تا خذ هذول تا اعطيني طلق اخضر طلق ال 36 الهكرات عم يطلعوا علينا ايه هاي لجماعه الهكر كان لازم نعملها هنيك اكيد كانوا عم يطلعوا علينا اكيد اكيد ما راح نسوي لهم هيك دقيقه اكيد ما راح نسوي لهم هيك اكيد اكيد ومسوي لهم هيك كمان كلهم انه الهكر ما راح يفيدكم حبايبي اذا عم تسمعوني روحوا على قناه قهرمان كردي فبتلاقوا موتتكم هني كانت بشعة انا فضيت مخزن كامل بالهكر لحتى قدرت نزله ايه ما بينزل من السرعة وما ما بعرف مين كان عم يضربه معي انت ولا دوان انت ولا مصطفى انا كنت عم بوقع بس انا كنت عم اضربه بس ما بعرف انه هكر ولا مو هكر الاسود الاسود اللي كان شخصيته اسود هو كان هكر ايه. انا شفته باللوبي كان لابس ازرق جاكيت ازرق بنطلون اسود ايه هذا شلته اول شيء هذا كان مشال احتيابه بس
شلت واحد اول شيء لما راح على المستودع. قهرمان عجبت لك ايه مصطفى؟ في دروب على اليسار، شو عم تسوي انت؟ ما في بنزين، ما في بنزين، عم دور على سيارة. ما في بنزين هو. هوب 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 راحت يا زلمه، ما شلتها معي. قهرمان تاخذ هي. ها قهرمان تعال قهرمان عندي يا هاي. شو بدك؟ ايه هي كنت بدي اشيلها وما انشالت. تعال ما بتسير. يلا دقيقة اش اكيد الا في حدا عالم على الدروب. يلا هوب هون 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 ورانا بالبيوت. مكتب رسالة ياو. لا دير بالك لهون، ما بدنا نخسر حدا ولا بدنا نخسر الجيم. شايفه؟ اوه نينجا على سطح ال هداك وهداك. وين هو هداك يا زلمة؟ من بين الحدايق هذا كيل. ليك في واحد على سطح هاي البناية، في واحد على سطح البناية. هاي بناية بتشيل عليها. يا محمد بس خليني اوصل لهنيك، بس خليني اوصل لهون. فانت شو ابو مكمبر فوق السطح. لا 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 تجيني، لا تجيني، لا تجيني، لا تجيني، لا تجيني. كفو ضل واحد كفو والله كفو. اقعد كفو. لك اقعد كفو. قهرمان شيله انت. شيله شفتني ايش قد كويس يا قهرمان لولا ال 24. سكواد كامل، سكواد كامل ب 24 يا زلمه. علوبي علوبي يا حبايبي، علوبي علوبي. روحوا شوفوا موتتكم قناة قهرمان كردي. يلا يلا ما عندي كيلات يا زلمه. قد عندك؟ ما في 12 13 15 الشجره اللي قدامك عندي بس. يعني انا مو انا عم سوق، مصطفى عم سوق. مصطفى سيارة احول حبيبي. نزل ركب. لو مو لوند والله. من وين نجيب كيلات؟ زين قلت لك لو مو لوند. ليك هيك بيكون السواقة يا عيني عليك يا قهرمان. بعدين ببعث لك صورة بتموت من الضحك. انت لا تبعث لي صور بدون صور، عم بضحك عليك انا انت ومصطفى. مو لوان ما دقيقة. سيارة البرتقالية، البرتقالية ولبسي كمان برتقالي. انت يسروق اللبس ويقول لبسي برتقالي. اصلا السرقة هون حلال. حلال هاي غنائم، هاي مو سرقة. ايه غنائم مو سرقة اصلا. نعم ابن كوباني عم يبعث لي. شو عم يبعث؟ ما اعرف، عم يبعث رسائل. يفوتوا بدال ابو شريف هلا من فوتو جيمر. اكيد بدي فوتو بدال ابو شريف. هلا خلينا ندخل على الجيم الثاني. ربي ابن كوباني انا حبيت والله العظيم. لا والله شب محترم ابن كوباني. يا رب ناخذ الجيم، والله ناخذ الجيم. اذا هاكرات شلنا. في اوم تركي، واحد صاحب اوم تركي. ليك 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 كانوا في عالم قدامنا هون عند هذا البيت. ابوه النت زفت، النت زفت. كاني لقيت احدا هنا. لا وين الدروب بدي اروح عليه؟ ليك هنيك. معناته شال الدروب الاوم من هون هو. ليك هنيك. هذا
هنا عم يواجهوا سكواد تاني. اه سكواد تاني جايكم بالبيوت شفتن. enemies ahead. تعالوا 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 قدموا قدموا. السكواد الثاني على البيوت يا قهرمان دير بالك ان كمان عندهم كارات. بس لو اللي بالبيوت ما بيقدروا يصيبونا. لا بس هذا في سكواد قدامنا عند سموك البيت اللي عند سموك وعم تقولوا لي السكواد اللي هون ما لي شايف حدا. والله احس انا غلط هيك عم بوش يا قهرمان. عليكم عليكم بيت الازرق بيت الازرق. خلينا نبوش على بيت الازرق. نبوش على بيت الازرق. هو جوا الزون ورا الريح. ابو الاخضر اكل طلقه. لا يا الله اتحرك. عبي طريق سموكات. ليك ليك في عالم في عالم. انميز اهيد. ابو اعطيته يشهد هو. ابو نزلني 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 نزلني. هذا بس يضرب سموك. ارجع 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 ورا البيت ارجع ورا البيت ارجع ورا البيت ارجع. تع تعشيني 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 هون. تع 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 لك عجل. كفو. معي 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 بس خلينا هيل. حاصرنا فينا نطلع نكمر هون. رجعوا لورا رجعوا لورا رجعوا لورا. ما فينا. تعا تعا فيك فيك تعا تعا تعا. رجعوا 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 رجعوا. مشكلة مع سكوب ستة. هذاك وعم طالع راسه من عند جنب الشجرة. عندي سموكين ستون. وين هذا؟ هذا مالي شايف. ساعات عفوتوا بالزون يا شباب. مصطفى 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 ارجع لي. جيتك. وين هذا مصطفى؟ مات هذا اللي بالزوم؟ في واحد ضربني بالام يا شباب ديروا بالكم. يا قهرمان وقعت واحد بالبيت الازرق. وانا وقعت واحد بالام طيرني خوذه يا زلمه. لك شو فينا على ابوه؟ تعال تعال خذ سموك مصطفى خذ سموك سموك ست سموك. هاتي هاتي لا من صفتا صفتا. ارجع لي قهرمان. انت بس خلص لو انت انا استنشت. ما فيني ارجع لك انت بالزوم وفي عالم. عادي عادي خلص عادي 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 كمل كمل يلا كفو كمل. دير بالك تيم بطرفك كمان قهرمان. عم تعلق عندي اللعبة. لازم تجيب لنا الأول قهرمان. لو تخلص تيم هذا تيم هذا خطير كتير. ها السعوديين هذا دول السعوديين مو واحد لحتى أخلص لك يا هو. نتلاتة بعقلي. أبو إن على لا يا الله. كم تيم هدول يا زلمة؟ من وين جاني؟ عراقيين هدول مع الأم. يلا جي مو مشكلة. راح تنزل الفيديو؟ كلها بالكمبرة وغش يا زلمة. ليك هذاك وين مكمبر؟
على اليسار، على اليسار حبيبي، على اليسار، على اليسار في واحد مكمر، يسار البيت، يسار البيت، بيت يسار، يسار يسار، مو يمين، مو يمين، يسار. انت العراقي جماعة حمزة؟ ايه مكمبر هنيك، هو مكمبر هنيك. ها قلبي حبيبي كيفك حمزة؟ يا بعد روحي. ايه في، يقول لصاحبك في واحد مكمبر يسار البيت. يسار اقلك. يسار اقلك. انا بلعب على ايباد مبين عندي هو مكمبر. هلك صاحبك رقم 4 رالي هنيك، انن سكواد، ها شلت منهم واحد، بقين واحد، ثلاثة. اوكي زيون، يقول على اليسار مكمبر. ايه يسار البيت، ايه قل له هذا رقم 2 هو بهذا الطرف، ايه كان مكمبر هنيك. هو جاي تابعنا. اتابعكم؟ ما قتلتني يا زلمة، صاحبك قتلني بالقوم. جاي تابع زيون. هي اليكس شوف نزل صاحبك، ما جاي نشوفه احنا. كان معنا كان معنا تيمين هكر بداية الجيم. ايه شلتهم جيد. اسمي على اليوتيوب قهرمان كردي ان شاء الله. ايه قلت لك مكمبر هنيك هو. ليك صاحب، شيل صاحبك رقم 4 هذاك ما راح يبين لك، شيل صاحبك رقم 4 قول خليه يرجع لورا بلا معلمية عليكم يعني. لا لا بس وشك نا يمك، وراك وراك ذاك اشوفه صاعد. يلا خلي كفو 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 شباب، كفو شباب حبيبي حبيبي يلا. بس هذا مكمبر يعني ما يقدر مكمبر بالكمبرة. شوف يعني احنا عندنا النت شوية ضعيف بالعراق. ادري والله. شوف هذا الفيديو بكرة راح نزله على القناة قهرمان كردش، شوف الهكرية من بداية الفيديو ان شاء الله. يا بعد قلبي حبيبي، تحياتي لك.